الأزمة المالية تطول الموظفين استقطاعات وضرائب في ظل هدر مئات المليارات. واشنطن تؤكد دعمها الأمني للعراق ورئاسة البرلمان تعد الأمن تحديا الأكبر للكاظمي. وحركة الاحتجاجات في المدن الجنوبية تتسع وإقالات بالجملة لمديري دوائر في ذي قار. تحية طيبة. في ظل الأزمة المالية التي يشهدها العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا، تواجه الحكومة صعوبات بالغة في تسديد رواتب الموظفين، وتحتاج الحكومة العراقية قرابة 4 مليارات دولار شهريا لتمويل رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين والإعانات الاجتماعية. يأتي هذا وسط تخوفات واسعة من المساس برواتب الدخل المحدود، وهو ما نفاه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتأكيده أن الاقتطاعات ستشمل فقط رواتب رئاسات الثلاث. كشف الخبير المالي والمفتش العام السابق بوزارة العمل وشؤون الاجتماعية جمال الأسدي عن حجم الاستقطاعات المرتقبة في رواتب الموظفين والعسكريين، مؤكدا أنها ستكون 10% من المخصصات و10% ضريبة على كل راتب. وقال الأسدي أن معدل استقطاعات الرواتب لجميع الموظفين سيكون 75,000 دينار للذي يتقاضى أقل من 1,000,000، فيما سيتم استقطاع 200,000 دينار من الذي يتقاضى أكثر من 1,500,000. أما الذي يتقاضى أكثر من 1,250,000 فسيتم استقطاع 400,000 دينار من الراتب الكلي. قال وزير المالية عبد الأمير علاوي إن الدولة ستفرض ضرائب على رواتب الموظفين ومخصصاتهم مع رعاية الشرائح المتوسطة والفقيرة، فضلا عن معالجة بعض الامتيازات ومن ضمنها رواتب رفحاء. وأضاف علاوي أن حجم الفساد وهدر المال العام يقدر بمئات مليارات الدولارات، ومحاربته الفاعلة ستكون من أولويات عمل الحكومة. رح نحاول الآن قدر الإمكان بدون ما نأثر على شرائح المتوسطة الدخل والفقيرة، رح يصير فد نوع من التوحيد بنظام الضريبي، بحيث بعض المخصصات تخضع إلى ضريبة يعني تصاعدية، لكن يصير إعفاء على الفئات اللي رواتبها أقل من مستوى معين. بنفس الوقت رح نحاول أن نعيد التوازن بالنسبة للإنفاقات، خاصة راح يصير نوع من الإنصاف لقضايا الأشخاص اللي يحصلون بعض الامتيازات رواتب مثل من رفحة، أيضا راح نعالجها احنا بالمشروع الإصلاح الهيكل المالي، راح نقدمه إن شاء الله قريبا. علاوي أكد أيضا في مؤتمر صحفي أن حجم رواتب الموظفين والمتقاعدين يثقل كاهل الموازنة ويستنزف نحو 25% منها، ما يستدعي دعم القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل وتخفيف العبء عن الدولة. 3.5 ملايين موظف الآن بالدولة العراقية ممول مركزيا، لازم نضيف عليها مبلغ عدد آخر تقريبا 500,000 يشتغلون بالشركات الحكومية والتمويل الذاتي. عندك 4 ملايين شخص يأخذ راتب أو آخر بنوع أو آخر من الحكومة العراقية. إذا أضيف عليه أيضا عدد المتقاعدين تقريبا 1.5 مليون، عندك 6.5 ملايين شخص بطريقة مباشرة معتمدين على دخلهم من الحكومة العراقية. هذا مقارنة بالدول، أي دولة أخرى كانت دولة متقدمة صناعية أو دولة العالم الثالث، ما يسمى بالعالم الثالث، أو حتى الدول النفطية، هذه النسبة غير معقولة. تقريبا 25% من الناتج الوطني يروح إلى رواتب ومخصصات وتقاعد، مقارنة بمثلا دول أخرى بالعالم، ماليزيا 5% فقط. هذا وشهدت أسعار النفط ارتفاعا تجاوز 43 دولارا للبرميل بعد تمديد منظمة أوبك تخفيض الإنتاج،
وفي بغداد جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 39 دولارا فاصلة 73 للبرميل، بارتفاع نسبته 0.35% عن سعر التسويق السابق. يأتي هذا الارتفاع للمرة الأولى منذ 6 آذار الماضي. تجاوز العراق الحصة المتفق عليها من إنتاج النفط مع منظمة أوبك وشركائها بسبب تأخر المفاوضات بين الحكومة المركزية والإقليم. موقع S&P Global وفي تقرير له أشار إلى أن تأخر المفاوضات بين الحكومة المركزية والإقليم أدى إلى تأخر في تنفيذ تخفيضات تبلغ 23% من إجمالي إنتاج البلاد. وبحسب شركة تسويق النفط العراقية فإن إجمالي الإنتاج للشهر الماضي بلغ 4.2 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى تجاوز البلاد الحصة المتفق عليها مع منظمة أوبك وهي 3.6 ملايين برميل يوميا. للمزيد ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من أربيل الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع. سيد الكريم أهلا بك. من الطبيعي أن تمر أي دولة في الكثير من المشاكل الاقتصادية، لهذا توضع خطط وحلول سريعة. هل أن رواتب الموظفين هي أهم المشكلات الموجودة حاليا؟ في تحية طيبة لكم ولمشاهدي القناة. أهلا بك. في الظرف الراهن نعم، الرواتب ورواتب المتقاعدين هي أهم معضلة تواجه الحكومة المؤقتة. هذه الحكومة هي حكومة مؤقتة جاءت في أعقاب سقوط حكومة عادل عبد المهدي التي أسقطها المتظاهرون، والتي يفترض أن تقوم الحكومة الجديدة بأداء المهام التي على أثرها سقطت حكومة عادل عبد المهدي. هذه المهام هي إجراء الانتخابات المبكرة والخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية وتوفير الموارد خلال هذه الأزمة وتوفير الموارد للجانب الصحي، إضافة إلى تهيئة الموارد لإجراء الانتخابات المبكرة. ولذلك يعني أقول أن حديث السيد وزير المالية خرج عن إطار المهام التي يجب أن تطلع بها الحكومة الحالية، وذهب إلى مهام هي قد تكون لحكومة دائمية منتخبة من قبل الشعب وفقا للقانون الجديد، وليس حكومة جاءت في أثر سقوط حكومة أسقطها الشعب العراقي بإرادة واضحة نحو التغيير. نعم دكتور همام، وزير المالية استبعد أن يتم إطلاق الموازنة قريبا، أيضا تكلم عن أن هناك هدر لمليارات الدولارات في الموازنات السابقة والنظام المالي الحالي. كيف سيتم التعامل مع هذه المشكلات؟ يعني من أين يجب أن تبدأ هذه الحكومة؟ هذه الحكومة كما أشرت قبل لحظات يجب أن تبدأ بمواجهة التحديات التي تواجه العراق في ظل انخفاض أسعار النفط، في ظل أزمة كورونا، وفي ظل أن هذه الحكومة يجب أن تقوم بمهمة التهيئة للانتخابات المبكرة. طبعا في حديث السيد وزير المالية لم يتطرق إطلاقا إلى هذه المواضيع، إلى مواضيع الانتخابات المبكرة، وإنما تحدث عن مهمة هي مهمة الإصلاح الاقتصادي، والتي هي مهمة تستغرق وقتا طويل وليس تجاوز الأزمة الحالية. المهمة التي أعطاها لهذه الحكومة قد تجعل من الإجراءات التي يتخذها الآن لمعاقبة الطبقة المتوسطة التي قامت بالتظاهر والتي أسقطت الحكومة السابقة من خلال استقطاع رواتبهم، هي إجراءات تضليلية وإجراءات تضلل الشعب العراقي. الحقيقة أعطى أرقام لعدد الموظفين أو لما تتطلبه الرواتب وأعداد الموظفين
أكثر بكثير من الواقع الحقيقي، تحدث عن 7.5 تريليون، في حين أن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن الرواتب على وضعها الحالي، إضافة لأوضاع رفحاء ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء، نعم دكتور، وكل الإنفاق التبذيري لا تتجاوز الـ5.5 تريليون. دكتور تحدثت عن تحدثت عن وجود ربما أرقام أكبر من التي ذكرها وزير المالية. دائما ما نلاحظ أن الحكومات السابقة أو ربما حتى الحالية دائما ما تكافئ أو تواعد المتظاهرين أو من يطالبون بحقوقهم بإطلاق حملة جملة تعيينات جديدة كبيرة. ألا ترى أن هناك تناقض فيما أن الحكومة تعاني من زيادة عدد الموظفين وهناك عبء في رواتبهم، في الوقت نفسه تطلق تعيينات جديدة من دون معالجة المشكلات الأخرى إن وجدت؟ يعني أنا أشرت إلى أن الحكومة الحالية أو الحديث الذي أدلى به السيد وزير المالية يهدف إلى معاقبة الطبقة المتوسطة باستقطاع رواتبهم. الطبقة المتوسطة أبناؤها وشبابها هم الذين قادوا المظاهرات، سواء كانوا طلبة أو أبناء موظفين صغار خرجوا إلى الشوارع. الآن بالاستقطاع، بهذا الاستقطاع الذي يخالف القوانين، يعني ليس من حق أي حكومة الآن أن تقوم باستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وليس من حقها أن تفرض الضرائب دون العودة إلى مجلس النواب لتغيير التشريعات القائمة. لا توجد مخصصات بدون تشريعات، ولا توجد رواتب تخضع لضرائب الدخل بدون أن نغير قانون ضريبة الدخل وقوانين الخدمة العامة. الآن الحكومة تحاول أن تتجاوز على صلاحياتها وعلى صلاحيات مجلس النواب، وتحاول أن تضطهد الموظفين وتحاول أن تضطهد الطبقة المتوسطة، ولكنها في نفس الوقت تحابي الفئة التي تساند الأحزاب السياسية. هي عندما لم يتحدث السيد وزير المالية عن أعداد الموظفين الوهميين والذين يقدر أعدادهم بمئات الآلاف وليس بخمسين أو مئة ألف، إنما مئات الآلاف من الموظفين الوهميين الذين رفعوا عدد العاملين في الدولة إلى 3.5 مليون كما تحدث وزير المالية، في حين لا يوجد في الحقيقة موظفين بهذا العدد كموظفين حقيقيين موجودين وعاملين في الدولة. عندما يتحدث عن كل شيء ويتجاوز على الموظفين الوهميين الذين تذهب رواتبهم إلى جيوب الفئة التي تساند الأحزاب السياسية، فإنما هو يمهد لإبقاء الأوضاع الراهنة على حالها وإسقاط الثورة التي قامت من أجل التغيير. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع، كنت معنا، شكرا جزيلا مرة أخرى. أكد عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن سوء التخطيط والفساد في الحكومات السابقة أدى إلى الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا، وليس انخفاض أسعار النفط، مضيفة أن الحكومة ماضية إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة. سوء التخطيط وسوء الإدارة والفساد الكبير الذي كان موجود في الدولة ولا زال موجود أيضا هو من أدى إلى هذه الأسباب. طبعا أقول للمواطن الكريم أن الموازنة أو أسعار النفط هي أصبح لها شهرين من نزلت، يعني بالتالي شهرين في كل الدول العالم، شهرين لا تؤثر هذا التأثير الكبير، لكن لكوننا لا نتمتع بأي رصيد مالي في العراق فبالتالي أصبحنا في هذا الموضوع. اليوم سنلجأ إلى الاقتراض، الاقتراض الخارجي والاقتراض الداخلي، والاقتراض سوف يكون مشروط على أن تكون نسبة القرض لا أقل من 1% أو 1%، أي أنها من القروض الميسرة وطويلة الأمد، فبالتالي هذه القروض لا تعتبر قروض، تعتبر منح. أيضا أعطينا السيد الكاظمي، حكومة الكاظمي، مدة إلى يوم 30/6 بأن يبعث لنا الموازنة لكي نطرح أو نضمن قانون الاقتراض أو مادة الاقتراض ضمن قانون الموازنة لكي يتسنى له إدارة الدولة بسهولة. أصدر البنك المركزي العراقي تقريرا يرصد فيه حيثيات تخفيض قيمة الدينار العراقي والعوامل المحددة لهذا القرار، وكذلك آثاره السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في العراق. نتابع تفاصيل أكثر في تقرير سهام فضل الله.
أهلا بكم مشاهدينا. تتجه عديد من الدول إلى تخفيض قيمة عملتها المحلية لأسباب عديدة، ويقصد عموما بتخفيض قيمة العملة المحلية تخفيض سعر الصرف الرسمي لعملة ما مقابل عملة دولية مرجعية، إذ يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة من العملة الوطنية. في الحالة العراقية يقصد به تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، وهو يختلف عن انخفاض سعر الصرف الخاضع لآلية العرض والطلب في السوق. عموماً ترتبط عملية تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بجملة من العوامل حصرها البنك المركزي العراقي في النقاط الآتية وهي الأبرز: أولها حالة القطاع الخارجي، ثم تأثير التخفيض على أسعار المستهلك، ثالثها تأثير التخفيض في زيادة النمو الاقتصادي، ثم رابعاً تأثيرها على الفئات التي تعتمد الدعم الحكومي. أما العامل الخامس فمرتبط بتأثير التخفيض على الدين العام. دعونا نفصل في كل عامل من هذه العوامل المذكورة على الشاشة. فيما يخص حالة القطاع الخارجي، يتمتع العراق بموقف قوي في قطاعه الخارجي، ويظهر ذلك جليا من خلال الحساب الجاري المعدل والذي حقق فائضا بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019. كما يبلغ الاحتياطي الأجنبي نحو 70 مليار دولار، أي بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. أما العامل الثاني المرتبط بالتخفيض، تأثير التخفيض على أسعار المستهلك، فالعراق يعتمد أثر التخفيض قيمة العملة في أسعار المستهلك على نقاط عديدة، منها نسبة الاستيراد من الاستهلاك المحلي ومدى توافر المنتجات المحلية. وإذا كان مستوى تخفيض قيمة العملة كبيراً فإنه سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير، أما إذا كان مستوى تخفيض العملة قليلاً فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تعديل الأسعار من المنتجين. وفي حالة العراق الذي يعتمد في الغالب على الاستيراد لسد احتياجاته الاستهلاكية، فإن تخفيض قيمة العملة يكون تأثيره في الغالب سريعاً ومباشراً. أما النقطة الثالثة المرتبطة بتأثير التخفيض على زيادة النمو الاقتصادي، تتجه بعض الدول إلى تخفيض قيمة عملتها المحلية لتحفيز صادراتها وزيادتها، لكن ذلك يكون محدداً بشروط ومحددات عديدة. في الحالة العراقية تنحصر الصادرات على النفط الخام، وعليه لا يؤثر تخفيض العملة المحلية على صادراته، ولا تتحقق قيمة إضافية يعتد بها، كما أن الصناعات العراقية ضعيفة وغير قادرة على تعويض المستوردات. من الناحية العملية فإن تخفيض نسبة كبيرة من المستوردات يأتي من تخفيض استيراد السلع الرأسمالية، وهذا يؤثر في النهوض بواقع الإنتاج المحلي. أما رابع هذه العوامل المرتبطة بتأثير التخفيض على الفئات التي تعتمد الدعم الحكومي، ففي حالة العراق يبلغ عدد المواطنين والمتقاعدين المشمولين بنظام شبكة الحماية الاجتماعية نحو 6 ملايين، ويؤدي التخفيض إلى تأثير سلبي على القدرة الشرائية للفئات الواسعة التي تعتمد مدخولاً محدوداً، كما يؤدي التخفيض إلى زيادة نفقات الحكومة للدعم عبر نظام التوزيع العام أو ما يعرف عموماً بالبطاقة التموينية. أما خامس هذه العوامل المرتبطة بتأثير التخفيض على الدين العام، عموماً تبلغ الديون الخارجية للعراق نحو 23 مليار دولار، فيما تبلغ الديون المحلية نحو 40 تريليون دينار. الدين الخارجي سيرتفع بتخصيص مبلغ أعلى بالعملة المحلية وبحسب مقدار التخفيض في تلك العملة. حجم الدين العام للعراق مرشح للارتفاع في حال تخصيص مبلغ أعلى بالعملة المحلية، وفي حالة تخفيض العملة المحلية بنسبة 20% فإن المبلغ السنوي المخصص للتسديد يرتفع من 5.9 تريليون إلى 7.1 تريليون سنوياً. تخفيض العملة هل هو ضرورة ملحة؟ يرى البنك المركزي أن تخفيض قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر
لا يبدو ضرورة ملحة لأسباب عديدة، منها أن الاحتياطي من العملات الأجنبية على درجة عالية من الكفاية طبقا للمعايير الدولية، وبنسبة تزيد على 30% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الفائض في الحساب الجاري المعدل حقق فائضا بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019، ويتوقع استمراره سنة 2020 وما بعدها. أما ثاني هذه الأسباب أو العوامل فهو أن زيادة أو عجز السياسة النقدية والمالية للعراق غير قادرة على اتخاذ الإجراءات الكافية لكبح الضغوط الناتجة عن تخفيض سعر صرف العملة المحلية، وهو ما سيؤدي إلى حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي وكذا الاقتصادي. إجمالاً يؤدي تخفيض قيمة العملة المحلية إلى ضغوط تضخمية يدفع ثمنها المواطنون بالدرجة الأولى نتيجة تأثيرها على القدرة الشرائية. هذا كل ما لدينا مشاهدينا بخصوص هذا الموضوع، أما الآن فعودة لمتابعة بقية أخبارنا. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار العمل مع القوات العراقية لملاحقة خلايا داعش في المناطق النائية والمأهولة ومنعه من استعادة قوته. المتحدثة الرسمية للخارجية الأمريكية باللغة العربية إريكا تشوسانو ذكرت في تصريح صحفي أن من أهداف التحالف الدولي التركيز على الوحدة في العمل لضمان هزيمة دائمة لداعش عبر اتباع نهج يشمل التعاون مع قوات الأمن العراقية. النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أكد أن الكابينة الوزارية الحالية برئاسة الكاظمي تمتلك الخبرة في التخصصات من أجل الحفاظ على وحدة واستقلال البلاد، مضيفا أن الملف الأمني هو أبرز التحديات التي قد تواجه الحكومة. وقال الكعبي أن الكابينة الوزارية الحالية تحتاج إلى الوقت الكافي ومساحة من الهدوء لرسم خطط للبدء بالبرامج والنشاطات التي من شأنها الحفاظ على وحدة واستقلال العراق ومحاربة عصابات داعش، مضيفا أن الخطر الأمني هو التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الكاظمي بعد انكسار داعش الإرهابي الذي خسر المعركة بكل جولاتها أمام القوات الأمنية. من جهتها أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن القادة العسكريين والأمنيين باشروا عملهم من دون موافقة نيابية، مبينا أن هذه الحالة غير قانونية. عضو اللجنة كاظم الركابي قال إن مجلس النواب لم يصادق حتى الآن على أي تعيين في المؤسسات العسكرية والأمنية، موضحا أن تعيينات من قادة فرقة فما فوق يجب أن يصادق عليها في المجلس لتكون قانونية. ميدانيا، أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أبطال العراق الأمنية المشتركة في عمق الصحراء في جزيرة نينوى. الهيئة ذكرت في بيان أن الهدف من العملية القضاء على عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتطهير الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، مبينة أن العملية انطلقت بمشاركة لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي وقيادة عمليات غربي نينوى وقيادة عمليات صلاح الدين وقوات من الفرقة 15 والفرقة 20 في الجيش، مع إسناد من طيران الجيش والهندسة العسكرية. مراسلنا من الموصل محمد سالم. محمد، أهلا بك. محمد، من أين بدأت ومتى بدأت هذه العملية ومدى أهميتها في المنطقة في هذا الوقت؟ نعم، شكرا لك زميلي ولهذا المشاهدين. العملية انطلقت فجر اليوم لملاحقة فلول داعش في مناطق غرب نينوى والمناطق الحدودية المحاذية للجارة سوريا. هذه العملية هي ضمن سلسلة عمليات عسكرية تقوم بها القوات الأمنية لمدة أشهر، تهدف إلى منع سدود داعش من الحصول على خطة قدم ومنعهم أيضا من إعادة ترتيب صفوفهم. كما نعلم قبل عده ايام او عده اسابيع شن عناصر التنظيم بعض الهجمات في مناطق الجزيره، اليوم هذه العمليات وهذه القوات تحاول السيطرة على تلك المنطقه واتعاد القبض على عناصر داعش المتواجدين هناك.
عم محمد سالم مراسلنا من الموصل، شكرا جزيلا لك. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، بحث الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين فضلا عن العلاقات الثنائية. وبحسب بيان صادر عن مكتبه، فأن حسين قال إن وزارته شرعت في إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع أمريكا، والذي يمثل محطة مهمة من شأنها تأطير الأولويات لدى البلدين. بدوره هنأ تولر وزير الخارجية بمناسبة تسنمه المنصب، مؤكدا تطلع بلاده نحو ارتقاء العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. حذر عضو مجلس النواب رعد دهلكي من وجود تدخلات وضغوط سياسية في عمل مفوضية الانتخابات، ولا سيما في ملف التعيينات في مكاتبها، مؤكدا أن هذه التدخلات عملت على إفشال عمل المفوضية في الانتخابات السابقة. شخصت من قبل تحالف القوى بعض الهفوات في عمل المفوضية من خلال عدم وجود توازن في المكتب الوطني، عدم وجود توازن في المفاصل المهمة للمفوضية، كذلك عدم اعتماد الشهادات العليا بل النزول إلى الشهادات الأقل من الجامعة، وهذا دليل على أن هناك ضغوطات سياسية. التحالف القوى يرفض بالكامل أن تكون هناك ضغوطات سياسية، لأنه من أدى إلى إضعاف المفوضية السابقة وأدى من شوه العملية السياسية ونتائجها في هذه الدورة هو بسبب الضغوطات السياسية الخفية على المفوضية. لذلك تحالف القوى شخص هذه الحالة ويعمل جهدا على أن تكون المفوضية أكثر حرية وأكثر استقلال، ويكون داعم له خلال المرحلة القادمة، وأن تكون المفوضية تستطيع أو تعبيد لها الطريق لكي تستطيع أن تقوم بإرسال رسالة اطمئنان للعملية السياسية ورسالة اطمئنان إلى المجتمع الدولي بنزاهة العملية الانتخابية القادمة. في الأثناء اتهم عضو مجلس النواب محمد كاوى مفوضية الانتخابات بالاعتماد على المعيار الحزبي في تعيين مديرين عامين ورؤساء أقسام وليس على معيار الكفاءة، داعين المفوضية إلى تجنب الوقوع بنفس الأخطاء التي ارتكبتها في الانتخابات الأخيرة. نحن كعراقيين أمام مفترق طرق، يعني إما أن تكون هناك انتخابات فعلا، يعني تهيئة أرضية لانتخابات نزيهة وشفافة ومهنية بلا تزوير، أو ستكرر ما جرى في الانتخابات السابقة من تزوير وتلاعب بالأصوات مع الأسف التي أدى إلى خراب للعملية السياسية. ولهذا نحن حذرنا ونحذر من الخطوات الأخيرة التي تمت من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما يتعلق بمكاتب المحافظات وتعيين المدراء العامين ورؤساء الأقسام، ونحن لدينا ملاحظات جدية حول ذلك، ولدينا أدلة دامغة بأنه تم الاعتماد على المعيار الحزبي أكثر شيء وليس معيار الشهادة، وحتى هناك أشخاص عليهم لجان تحقيقية وكان لهم دور في تزوير الأصوات في الانتخابات السابقة وتم تعيينهم مجددا في رئاسات الأقسام والمدراء العامين. ولهذا هذا شيء ضروري، ونحن كجهة رقابية على المفوضية العليا يجب أن نكون داعما لهم لتصحيح مسار هذه الخطوات. الحكومة الجديدة جعلت الانتخابات المبكرة ضمن قائمة أولوياتها، إلا أن قانونها ما زال حبيس النقاشات بين الكتل السياسية لتعثر الاتفاق بشأن إحدى فقراته. مشهد المقاطعة الشعبية للانتخابات عام 2018 لا أحد يريد تكراره، لذا تتحرك الكتل السياسية داخل مجلس النواب للخروج بقانون انتخابي يضمن عدم نفور الناخبين، لكنها عالقة حتى الآن في مسألة الدوائر الانتخابية. اليوم تم عقد اجتماع مع اللجنة القانونية وحضور كل رؤساء الكتل السياسية، استمعنا إلى آرائهم بالتفصيل، إلى مقترحاتهم حول طبيعة الدوائر الانتخابية، وخصوصا أن القانون تم التصويت عليه بالمجمل، يعني لا يكون هناك موضوع أنه هذا تعديل في قانون انتخابات، لا، هو استكمال لقانون انتخابات. فقرة الدوائر المتعددة هي الفقرة الوحيدة اللي بقت متعلقة بعد التصويت على القانون بالمجمل، لذلك أعتقد يعني سنستمر بجلساتنا كلجنة قانونية، سنخرج برأي موحدة بالتنسيق مع المفوضية المستقلة للانتخابات باعتبار هي الجهة المنفذة لهذا القانون. المقترح المطروح حاليا من بعض الكتل
يقضي بأن يشكل كل 100,000 ناخب دائرة انتخابية، وهو ما يرفضه آخرون لاعتبارات تتعلق بخصوصية المكونات والحدود في بعض المحافظات، ما استدعى طرح مقترح بديل. هناك حل آخر، يعني مقترح وسط، بأنه يتم اعتماد يعني الدوائر قليلة يعني في المحافظة، يعني 4 دوائر أو 5 حسب حجم المحافظة، وبالتالي يعطى أيضا مجال لمسألة حل مشكلة الكوتا النساء، بأنه مثلا كل 400,000 ناخب في منطقة يعتبر دائرة بحد ذاتها. هذا المقترح الآخر أعتقد هو المقترح الأكثر ربما يعني يمضي. إجراء انتخابات مبكرة من المهام الأساسية التي تعهدت الحكومة الجديدة بتنفيذها، وهو ما يسلب المعنيين بهذا الملف رفاهية الوقت. أصدر محافظ ذي قار ناظم الوائلي مجموعة أوامر إدارية بإعفاء وتكليف رؤساء وحدات إدارية ومديري دوائر بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بحسب وصفه. بدورهم نظم موظفو دائرة ماء ذي قار وقفة احتجاجية أمام مبنى الدائرة رفضا لإقالة مديرها أكرم الخرسان وتكليف بديل عنه من دائرة المجاري، مؤكدين أن قرار الإقالة كان مفاجئا لأنه لم يمضي على إدارته شهران، كما أن قرار تكليف البديل يعد تجاوزا على حق موظفيها نظرا إلى وجود معاونين للمدير كان الأولى تكليف أحدهما بالإدارة، مطالبين الحكومة المحلية بالعدول عن هذا القرار وإعادة الخرسان إلى إدارة الدائرة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من ذي قار أحمد السعيدي. أحمد أهلا بك، قرارات المحافظ هل تصب في مصلحة المحافظة برأيك؟ أم هي طلبات أم إرضاء لطلبات المتظاهرين كما حدث مع رؤساء دوائر سابقة؟ تحية لك ومرحبا بك وبجمهور الكريم. هناك 3 زوايا لقراءة ما يجري في ذي قار. الزاوية الأولى هي الزاوية الجهة الفاعلة، وهنا أقصد بها شباب الثراث الذي يعتقد أن التغيير يجب أن يكون منطلقا جديدا، خصوصا أنه هذا الحراك تم بعد عمليات تسويق ومماطلة للمطالب في ظل تضحيات واستقالات وعمليات قتل تمت للمتظاهرين. الحراك يعني يعتقد أن منطلقه لهذا الحراك أن مدراء الدوائر هم واجهة لاقتسام المحافظات الذي تقوم به الكتل السياسية المسيطرة على الوضع السياسي والإداري في المحافظة منذ التغيير بعد عام 2003. الزاوية الأخرى هي زاوية الحكومة المحلية الجديدة التي ولدت بعد مخاض عسير، يعني هذه الحكومة الجديدة المتمثلة بالمحافظ ونائبيه هي حكومة جديدة بعد استقالات متتالية للمحافظين السابقين. تقول أن هذه القرارات جاءت نزولا عند رغبة الحراك، وأنها في طور إجراء التغييرات هذه التغييرات الأساسية، لكنها تقول تجري وفقا لمعايير علمية تعتمد النزاهة والكفاءة والمقبولية ومعايير أخرى يعني تناغم متطلبات الحراك. أما الزاوية الثالثة وهي زاوية لا تظهر للعلن تتعلق برؤية القوى السياسية التقليدية التي تعتقد أن هذا الحراك يأتي ضمن إطار مؤامرة تقوم بها جهات سياسية لا تذكرها تريد أن تغير من هذا الوضع وتستثمر من هذا الوضع لمصالح شخصية، لكن هذا الرأي لا يتبنى بصورة رسمية، وحديث الطبقة السياسية التقليدية يقتصر على الجلسات الخاصة وضمن مجموعات التواصل. نعم. الخاصة بهم. نعم. أحمد لضيق الوقت أعتذر. مراسلنا من ذي قار أحمد السعيدي شكرا لك. في سياق التظاهرات أيضا خرج المئات في محافظة النجف الأشرف للمطالبة باستقالة محافظها لؤي الياسري، هذا وحدث اشتباك بين المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية المكلفة بحماية مبنى إقامة الياسري تسببت في جرح عدد من المدنيين وقوات الأمن على حد سواء بحسب شهود عيان.
سيجري المتظاهرين ويهدي النفوس، لان والله العظيم هم الاول والاول والاخير متحملين المسؤوليه. زين هاي جينا هذا من تعال فتشني، لا بيدي سكينه ولا بيدي مسدس ولا بيدي شيء. طلبنا اول شيء هذا رئيس الوزراء ما اجى برادتنا واحنا ما نريده، هذا هم اجى من الاحزاب، قالت هو هذا رئيس الوزراء، وقالت المحافظات وتفعيل قانون انتخابات مبكره ومحاسبه قتله المتظاهرين. ساحه الصدرين نريد قالت المحافظ، واليوم هي مهلته اليوم، واليوم ما نروح لبيوتنا اذا ما يحقق المطالب كلها. هنا قاعدين وضربونا واجوا حرقوا هنا وذبوها براسنا احنا ويا الدفاع المدني وطفيناهم، ويقولون انتم مهندسين وانتم من احزاب وانتم مدعومين. احنا كلنا احنا ثوره الطلاب وثوره الشعب، ما حد يقودنا. في كربلاء المقدسة تضامن المتظاهرون مع المحافظات العراقية الأخرى التي شهدت خطوات تصعيدية ضد الفساد وإقالة المحافظين، إضافة إلى المطالبة بكشف قتلة المتظاهرين وتعديل قانون الانتخابات. أن المطالب أنت تعلم بها جيدا، والأمم المتحدة تعلم، والاتحاد الأوروبي يعلم، ونعيد المطالب مرة أخرى. أولها هي محاسبة قتلة المتظاهرين، ثانيا تعديل قانون الانتخابات وإقراره، ثالثا حصر السلاح المنفلت بأيدي الدولة. مطالبنا مشروعة ومعروفة لحد الآن، وهي محاسبة قتلة المتظاهرين على رأس المطالب، ومنها إقرار قانون انتخابات مبكر. نحن أهالي كربلاء نتضامن مع محافظات السماوة والنجف وغيرها من المحافظات التي لها مطالب حقها وهي إقالة محافظيها، وهو مطلب دستوري وقانوني، خاصة وأن هؤلاء المحافظين والمدراء الفاسدين الذين دقوا سفينة للفساد في سلم الدولة العراقية. محتجو المثنى أعطوا الحكومة المحلية والمركزية مهلة 25 يوما لتنفيذ مطالبهم، لكن هذه المهلة انتهت من دون تحقيق المطالب، ما دعاهم إلى تجديد احتجاجاتهم والخروج مرة أخرى. في هذه الحقيبة 5000 كمامة على أحمد أن يوزعها على المحتجين، فأحمد ومعه فريق كامل أخذوا على عاتقهم خياطتها وتجهيزها لدعم الحراك الشعبي في المثنى، فهو يقول إن مهمته هي توعية الآخرين وحمايتهم من خطر الوباء. قمنا بصناعة أكثر من 5000 كمامة ونتوزعها على أخواننا المتظاهرين والقوات الأمنية خوفا عليهم من وباء كورونا، وحفاظا على أرواحهم ومساندة لهم بحقوقهم المشروعة. انتهت مهلة 25 يوما التي منحها المحتجون للحكومة من أجل تنفيذ مطالبهم، لكن المطالب لم تنفذ حتى الآن، فما كان منهم إلا التجمع وتجديد مطالبهم. سرعان ما يطرأ تغيير فيدخل طرف آخر فيستقبل بأهازيج التخوين ليعود من حيث أتى، فينطلق المتظاهرون وسط شوارع المدينة في دعوة إلى محاربة الفساد والتخلص من المحاصصة، وبعدها تقرع الطبول لتكون صوتا مدويا يضاف إلى صوتهم المطالب بالحقوق البسيطة في عيش حياة كريمة تليق بأحلامهم. اليوم من كل ساحات المثنى، ساحة الخضر وساحة الوركاء والسوير والسماء والرميثة وطلاب الجامعات، كلهم اتفقوا بأن يطلعون بهذا اليوم، وراح يغلقون المحافظة تماما لحين تغيير المحافظ ونوابه ومستشاريه، وأكو مدراء عامين ما يقارب 8 دوائر للمدراء العامين تنغلق تماما. ديش الخطوة اللي خطيناها بأنه فقط المدراء يتغيرون وينغلق فقط باب المدير، مكتب المدير، اليوم لا، الدائرة بالكامل تنغلق لأن ما احترموا رأي الناس. وبحسب شهود عيان هنا أكدوا إن رجلا حاول الهجوم عليهم بسلاحه الخاص المسدس، لكن القوات الأمنية تمكنت من منعه وإبعاده عنهم. يبدو أن لغة التحاور لم تنفع بين الحكومة والشعب، فما كان من الشعب إلا تجديد حراكه التصعيدي لتنفيذ مطالبه وفهمها. من المثنى خليل بركات، UTV.
توقع مسؤول رفيع في وزارة الصحة العراقية تخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز 15,000 خلال الأيام المقبلة. وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح صحفي إن الحصيلة الأخيرة البالغة 1252 إصابة وارتفاع حصيلة الوفيات إلى أكثر من 30 وفاة يوميا يعد انفجارا وبائيا خطيرا، موضحا أن نسبة بغداد في معدل الإصابات تتراوح بين 50 و60% من مجمل الإصابات في عموم العراق. وكان العراق سجل إحصائية هي الأعلى في عدد الإصابات بالفيروس. المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أعلن أمس تسجيل 1268 إصابة في غضون 24 ساعة الماضية. تم إجراء الفحص المختبري ل 8609 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 303,053. سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 1268 إصابة جديدة. سجلت 282 حالة شفاء تام. مع شديد الأسف سجلت 28 حالة وفاة، 9 منها في بغداد الرصافة، وفي بغداد الكرخ 5 حالات، وفي بغداد مدينة الطب حالتا وفاة، وفي النجف الأشرف حالة واحدة، وفي السليمانية 5 حالات، وحالة واحدة في كل من كركوك وواسط والديوانية والبصرة وميسان وبابل. تناشد عشرات العائلات السورية اللاجئة في محافظة الأنبار، تناشد الحكومة المركزية في بغداد ومفوضية شؤون اللاجئين إيجاد حل لها ونقلها إلى كردستان. ويعيش عشرات لاجئين ظروفا إنسانية صعبة، يبلغ عددهم نحو 300 لاجئ بينهم 20 طفلا تم حجزهم في ملعب الفلوجة. بس نحن بدنا نريد بس يعبرونا على بغداد يابا. اي والله تبهدلنا، صرنا كم ايام هنا، والله الشاهد شوف وضعنا يعني. انتم جيتوا علينا حطيناكم على رؤوسنا، نحن اهلكم واخوانكم، نحن ما عاملناكم المعاملة، نحن إسلام يعني، موش إنه سوريا وعراقي، إسلام، نحن دين واحد. بدنا منكم بس تعبرونا على بغداد، نطلع الشمال. إذا هاي حالتنا بالأنبار ما نريد هالحالة، نروح نسكن بالشمال لبين ما الله يفرج علينا. وجهت دائرة صحة البصرة نداء عاجلا إلى جميع المتعافين من فيروس كوفيد-19 للتبرع ببلازما الدم لإنقاذ حياة مرضى آخرين حالتهم حرجة، مؤكدة حاجتها إلى أعداد كبيرة من المتبرعين ببلازما النقاهة من الذين تشافوا من الفيروس بسبب ارتفاع أعداد الإصابات مقابل قلة المخزون من البلازما المناعية. المتعافون من فيروس كورونا فجأة تحولوا من أشخاص منبوذين إلى مهمين في المجتمع، والسبب يعود إلى بلازما دمهم التي تحوي أجساما مضادة تساعد على محاربة الفيروس. وبعدما أثبتت أنها أفضل علاج متاح، تعالت الدعوات إلى المتشافين للتبرع بالبلازما لإنقاذ حياة الآخرين عقب الارتفاع الكبير في منحنى الإصابات اليومي في العراق. نحتاج إحنا إلى بنك كبير بالنسبة للبلازما، لأن الأعداد تصاعدية اللي موجودة بالمحافظة وبالعراق. الناجون من كوفيد-19 أعداد قليلة منهم تبرعوا بالبلازما، فيما أعرضت الأكثرية عن هذه الخطوة. فمن إجمالي 600 متعاف في البصرة هنا، راجع المؤسسات الصحية حوالي 60 شخصا فقط. أما من انطبقت عليهم الشروط فهم 11 متشاف لا أكثر. تقريبا انخفضت نسبة الوفيات بشكل كبير جدا بعد استخدام بلازما النقاهة، فهذا أكيد يشجعنا إلى جمع العدد أكبر عدد ممكن، بالإضافة إلى احنا مفكرين حتى خزنها لأي طارئ مستقبلي. وفي الوقت نفسه يدور حديث حول ظهور سوق لبيع أكياس البلازما، لكن المنظمات المعنية بتشجيع المتعافين على التبرع بدمهم فندت هذه الأنباء وأكدت أن المتشافين يتبرعون بدافع إنساني. ماكو أي حالة طلبت مقابل مادي، بل بالعكس
هم يجون يتبرعون وكانوا سعداء بذلك، سعداء أنهم نالوا رضا الله سبحانه وتعالى. البلازما المأخوذة من متعاف واحد بإمكانها أن تنقذ حياة عشرة مرضى دون أن تترك أي تأثير صحي على المتبرعين وفقا لمختصين. بلازما الدم المناعية هي العلاج الوحيد حتى الآن للتشافي من فيروس كورونا إلى حين إيجاد لقاح ناجع، لكن هذا العلاج يبقى توفره مرهون بتبرع المتعافين من المرض. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. مشاهدينا، النشرة مستمرة وفيها بسبب الفقر بطل العربي في المصارعة ولاعب المنتخب الوطني يعرض ميدالياته للبيع. شخصيات متنافذة تستولي على الأراضي في مدينة الموصل وتمنع المستثمرين من إقامة المشاريع عليها، ما دفعهم إلى المغادرة وترك المدينة، بينما عزت الحكومة المحلية مغادرتهم إلى الإجراءات الروتينية التي تتبعها الحكومة المركزية في الموافقة على هذه المشاريع. جهات سياسية متنفذة تساوم وتهدد مستثمرين ورجال أعمال وتعيق عملية الاستثمار في نينوى، هذا ما أكده أحد المستثمرين. أراضي مميزة استولى عليها متنفذون وأبعدوا مستحقيها من خلال نفوذهم. وين أكو مشاريع أراضي متميزة يعطوها ياخذوها، يعني هم متنفذين ياخذوها. قدمنا عليها وقالوا لي جو طال بالك احنا نتصل بيك. زين، رجعت عدة مرات لانه اكو اجراءات حول هالقطعه. اتضح لي بالاخيره بان القطعه كان حالوها على الشخص، وهذا الشخص قام يقطعها ويبيعها الاشخاص. السلطات المحليه في نينوى علقت الاخطاء التي تسبب في هروب المستثمرين على شماعه الروتين المتبع في بغداد، مؤكده تقديمها مقترحا لفسخ عقود لجهات لم تسميها هيمنت على المشاريع في المحافظة لفترات طويلة. كان هناك رؤية بعد التحرير أن يفسخ عقود الأراضي لبعض الشخصيات التي هيمنت على هذه الأراضي لفترة طويلة دون تقديم مشروع استثماري، ولكن لدينا أيضا مشكلة في تسمية رئيس هيئة الاستثمار الذي أخرت كثير من المواضيع. عجز الجهات الرقابية عن ردع حيتان الفساد تسبب باستمرار تسلط المتنفذين على المشاريع في نينوى وغياب الاستثمار الحقيقي في المحافظة الأكثر دماراً بسبب الحرب الأخيرة على تنظيم داعش الإرهابي. الفساد والروتين القاتل والتدخلات الحزبية عوامل اجتمعت في حلقة واحدة لمواجهة الاستثمار المحلي والأجنبي في نينوى، ما جعلها بيئة طاردة للمستثمرين. من الموصل، قاسم الزيدي، يو تي في. لاعب المنتخب الوطني في المصارعة بطل العرب مشارك في بطولة العالم بأكثر من 8 نزالات دولية، يعيش الآن على المساعدات الإنسانية وفي بيت استأجره ولا يستطيع سداد قيمة إيجاره كل شهر. رسول عظيم البطل العراقي يعرض الآن ميدالياته للبيع بسبب الفقر. جلس طويلا وهو يتحسر على تاريخه وعلى سجل الألقاب التي حصدها، فلم تعرف نزالاته طعم الخسارة يوما. رسول بطل من الديوانية مثل المنتخب العراقي في المصارعة وحصد ألقابا ومراكز متقدمة في بطولات مختلفة. ناشد وزير الداخلية بإعادته لوظيفته ضمن فريق الألعاب التابع للوزارة لإنقاذه من العوز والفقر. يعني جريمة أني لاعب منتخب وطني وبطل العرب وبطل الدورة العربية وبطل الشرطة العربية ومشارك في بطولة العالم وأكثر من 8 لقاءات دولية، يعني باقي على تهميش السيد وزير الداخلية على مود يعيدني لوظيفتي. وظيفتي هاي اللي أنا هسه قاعد إيجار، أو حالتي المادية تعبانة، والله العظيم عايش على المساعدات مال العالم. كما أنه تحدث عن مراسلته المتكررة للسفاح يونس محمود علّه يقدم له مساعدة بإيصال شكواه إلى المعنيين في الرياضة، لكن رسائله كانت تقرأ ولا يجد لها إجابة.
يونس محمود يعني اتصل به وادز له المناشده مالتي وادز له على الواتساب ويشوفني قراهن، ولا كانما يعني وشرحت له وضعه وقلت له انا بطل واخوك ولاعب منتخب العراق وبطل العرب. اخر ما تمنى ان يسمعه المعنيون منه رساله عن سبب عرضه كل ما حصده للبيع. ابيعه والله حتى التراك سوده وتباع، عرضته للبيع، عرضت للبيع، عرض اوصل فكره للمسؤولين، اقول لهم احنا انظلمنا، هذا البيت ايجار 250 الف بالشهر. من الديوانيه محمد حسن، يو تي في. مشاهدينا، نشرتنا لهذه الساعه انتهت، شكرا لطيب المتابعه، الى اللقاء.